ميدانا شعبية بالروح بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا شهيد نيوزيلندا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كساكنة مدينة طنجة لبينا النداء ديال الفعاليات السياسية والجمعوية والمدنية. هذه الوقفة ديال ساكنة طنجة نندد فيها بالعدوان الشنيع على مصلين في المساجد. هذا عمل شنيع جدا، عمل ديال التطرف. نحن ندين التطرف بكل أشكاله. نحن ضد قتل الإنسانية، ولكن أن يقتل الإنسان وهو يؤدي الصلاة فهذا إجرام حقيقي. وأنا أدعو جميع الفعاليات المزيد من التنديد بهذا العمل ومن التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء هذا العمل التطرفي، هذا العمل الشنيع. الإنسانية جماعة يجب أن تتحد وأن توحد جهودها جميعا من أجل القضاء على التطرف بكل أشكاله الفكري. طيب، اليوم ساكنة طنجة لبت النداء لهذه الوقفة التنديدية والاستنكارية للعمل الإجرامي الذي قام به الإرهابي الأوروبي الغربي الذي ينتمي لدولة نيوزيلندا بهذاك العمل الشنيع في حق 49 شهيد مسلم وهم يؤدون صلاة الجمعة، فعمل ينذله الجبين. الأصل هو أن نلبي النداء لجميع الأعمال الإرهابية مهما كان مصدرها. فهذا المصدر هذا ديال العمل الإرهابي الأوروبي الغربي نحن ندينه ونستنكره. وهي مناسبة كانت في هذه الوقفة قلنا أن الإرهاب لا دين له، وأن المسجد هو مكان مقدس محرم، أعطى الله سبحانه وتعالى واحد الحرمة، ودنسه هذا الإرهابي بهذا العمل الفظيع الذي يعبر على مقت وعلى حقد دفين الشيء اسمه الإسلام. نحن اليوم كساكنة مدينة طنجة نقف منددين بما وقع يوم الجمعة على المسلمين في نيوزيلندا في المسجدين. نزل كصاعقة علينا ونطالب أن يأخذ القاتل أقصى عقاب. هذا ليس في حق المسلم فقط، بل في حق الإنسانية جميعا. وليصمد الإسلام، وليصمد الإسلام، وتبا لهم. من أجل المشاركة مع إخواننا من المجتمع المدني في هذه الوقفة الاحتجاجية، احتجاجية ضد العملية الإرهابية أينما كان هذا الإرهاب، لأنه منبوذ وغير مقبول. نحن ضد الإرهاب طولا وعرضا. الإرهاب لا دين له، الإرهاب لا وطن له، الإرهاب لا إنسانية فيه، الإرهاب أعمى صم بكم وكارثة على البشرية كاملة. وفي العلماء من يقولون إن هذا الإرهاب من هذا النوع هو اللي غادي يقدر يتسبب في حرب عالمية إذا ما تحلتش المشكل الإرهابي على الصعيد الدولي، لأن الإرهاب منبوذ وغير مقبول ولا يمكن قبوله بتاتا. يجب التصدي للإرهاب أينما كان لونه وشكله وطبيعته وانتمائه. الإرهاب إرهاب، والمغاربة والشعب المغربي وهذا البلد الأمين ضد الإرهاب طولا وعرضا. نندد بالهجمة الإرهابية على المسجدين في نيوزيلندا ونطالب بأن يأخذ القاتل أقصى عقاب، هذا القاتل المتطرف. والله يرحم الشهداء. هذه الوقفة هذه كتجي تنديدا واستنكارا للهجمة الإرهابية اللي تعرضوا لها الإخوان ديالنا المسلمين في نيوزيلندا. هذه الجريمة الإرهابية النكراء اللي كندينوها بشدة وبقوة هنا من ساحة الأمم بطنجة. هذه الساحة اللي هي كتشهد دائما الوقفات اللي هي ضد الإنسانية ولا هي ضد أي عمل إجرامي جبان كيستهدف الإنسانية عموما والمسلمين بشكل خاص. اليوم كنأكدوا من دورنا وموقعنا الإدانة لهذه الهجمة الإرهابية، وكذلك كانت مناسبة باش نوصلوا الرسالة ديال التعازي ديالنا من الأهالي ديال الضحايا، وكذلك من أجل التأكيد على أن ساكنة طنجة هي ساكنة ضد الإرهاب أينما كان وحيثما كان وبأي وسيلة كان. السلام عليكم. حنا كنتواجدوا الان في واحد الوقفه اللي كنستكروا استنكار الهمج اللي مس نيوزيلندا، وكممثله لمنظمه دوليه تابعه للامم المتحده انا استنكر هذه العمليه الهمجيه ضد الانسانيه وضد الاسلام. شكرا. اليوم حضرنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه التي جاءت عباره عن تنديد للارهاب بصفه عامه ولل القضية التي وقعت في مسجد نيوزيلندا،
ونتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى ومن جميع المسلمين ومن جميع الإخوان بصفة عامة أن يقفوا ضد الإرهاب كيفما كان هذا الإرهاب، سواء إسلاميين أو غير إسلاميين. نحن نقف ضد الإرهاب كيفما كان، ونحن نقف مع الإنسانية، لا للإرهاب لا للإرهاب لا للإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا كساكنة طنجة ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أودى بعشرات الآلاف بعشرات من المسلمين، تقريبا 49 شخص. ما نريد الرسالة التي نريد إيصالها للعالم هي stop killing Muslims، يعني الدين التطرف والإرهاب لا دين له ولا يعني ولا عرق له، لذلك فنحن ندين بشدة هذا العمل، ونريد أن نقول دائما stop killing مسلم، يعني راكسيمز هاز نو ريليجين، يعني التطرف لا دين ولا ملة له.